اتنين ستات مطحونين معدومين جايين من الصعيد على اسكندرية مش لاقيين اللضا. الكلام ده كان سنة 1917 تقريبا. سكنوا جنب حي اللبان واللي كان جنبه جنينة مشهورة في الوقت ده بانها مخصصة للستات الشمال. الواحدة منهم نايمة طول النهار وبالليل تخرج تقعد في الجنينة لحد لما تصطاد زبون. بايعين الهوا دول كان عندهم مبدأ كده ان الزمان ملوهش امان، فكانوا بيشتروا باللي بيكسبوه ذهب علشان ينفعهم لما يكبروا ويبقوا مش نافعين في الشغلانة. ريا وسكينة اشتغلوا في الشغلانة دي وهم اللي لاحظوا الملحوظة دي. لكن في موضوع تاني وفي اصل الحكاية هو الاهم، حسب الله وعب عال. حسب الله كان راجع من يافا مش لاقي اللقمة الحاف، فاشتغل في تجارة المخدرات على قده كده. وعبد العال كان بلطجي وفتوت براد. عب عال اتعرف على ريا في ليلة حمرة واتجوزته عشان يحميها. سكينة بقى كانت اقل جمال من ريا، قال يعني ريا هي اللي كانت حلوة اسم الله. المهم سكينة اتصابت بمرض جنسي وده منحها عن الشغل وبقت عطلة. ده خلاها نقمة على حالها، يعني لا جمال والعدة بتاعتها بايظة، فاتجوزت حسب الله وهو راجل وخلاص. الأربعة قعدوا يفكروا سوا وقالوا احنا ليه ما نفتحش مشروع خاص بينا، نعمل بيزنس. طبعا اكيد هيكون بيزنس في الشغلانة اللي يعرفوها. ففتحوا بيوت دعارة سرية، واحد قريب من جامع الفحام وواحد في سوق العصر وبيت قريب من جامع الخواص وواحد في شارع بوكوربيس وبيت ورا اسم اللبان. اتعرفوا بقى عند نسوان الجنينة القريبة من اسم اللبان وكانوا بيوردوا منهم لبيوت الدعارة بتاعتهم. بس تقريبا كده حسوا ان الشغلانة دي مش جايبة همها، فقرروا ياخدوا الذهب اللي مدبقينه الستات الشمال للزمن. ليه اختاروا الفئة دي بالذات؟ لان محدش هيسأل عنهم والبوليس مش هيهتم لما واحدة او اكتر تختفي. الهي حتى كلهم يغوروا. طب الجريمة دي اتكشفت ازاي؟ في صيف 1920 مجموعة عمال بيحفروا قدام بيت في شارع جانبي في اللبان، لقوا عظمة سلموها للاسم. الاسم بدوره وداها للبروفيسور سيدني سميث. على فكرة الراجل ده هو مؤسس علم الطب الشرعي في مصر وهو برضو اللي تولى قضية ريا وسكين. المهم سيدني سميث قال ان دي عظمة ساق واحدة ست، فالبوليس طلب من العمال يكملوا حفر علشان يلاقوا ايه؟ سبع جثث مرصوصين جنب بعض. وبعدين لما زحوا التراب لقوا طبقة تانية عبارة عن سبع جثث تانيين كان عاملينهم رقات ولاد اللذين. 14 جثة في بيت ريا وسكينة وعبد العال وحسب الله اللي ورا اسم اللبان، ولقوا جثة كمان في بيت جنبه، يعني المجموع 15 قتيلة. بيت ريا وسكينة كان بيت ترابي ما فيهوش بدروم، لان البيت اللي فيه بدروم ده بيوت الناس الهاي لايف. ال 15 ست دول كانوا بيجيبوهم ازاي؟ ريا تروح تجيب الواحده من دول على اساس ان في زبون متريش مستنيها، تدخلها البيت وتخش تنام هي. يعني ريا ما حضرتش ولا مره عمليه القتل نفسها. سكينه بقى اعترفت انها شافت ست مرات. طب القتل كان بيحصل ازاي؟ الست من دول لما تخش وتقعد يجي حسب الله من وراها ومعاه كرفطة معقودة على شكل خي، يحطها في رقبتها وهوب يشد يخنقها لحد لما تموت. ياخدوا الصيغة ويدفنها هو وعبعال في أوضة من أوض البيت. يعني لا كان في مخدر بيتحط في الشاي ولا في خمرة ولا شربي يا شابة ولا بخور وزار والكلام اللي ظهر في السيما أو المصر، ولا اللي كانوا بيتقتلوا ستات بيجيبوهم من السوق أو زنقة الستات، لا دول كلهم عاهرات. الشرطة اتهمتهم بانهم قتلوا 17 واحدة، لكن حسب الله اعترض وقال بتقولوا 17؟ لا انا قتلت 15، ولو حبيت اقول لكم اساميهم ولو بقيت حر سنة كمان كنت قتلت اكتر من الشراء. سكينة بقى وهي بتتحاكم كانت على طول بتقول احنا ولاية، ولما يضيقوا عليها الخناق تقول هو احنا كنا قتلناهم بايدينا؟ ده هي وسكينة اختها فضلوا مصرين ومصممين حتى وهم بيتنفس فيهم الاعدام انهم مظلومين وما قتلوش حد بايديهم. اللي ما تعرفهوش بقى ان في راجل تالت كان بيساعد حسب الله وعبعال في عملية الدفن دي وانتص اعدام هو واخر اعدامهم. والقصص اللي اتكتبت عنهم والفيلم والمسرحية حولهم لاسطورة. لكن كان في ناس تانية مبسوطين قوي لما عرفوا انهم هيتعدموا، لدرجة انهم حوطوا السجن يوم اعدامهم وكانوا بيغنوا ويقولوا خمارة يا ام بابين روحت السكارة فين. عارفين مين دول؟ ايوه بالظبط ستات الجنينة. سلام.